مساكم الله بالخير جميعا، وحياكم الله من محمية الوشم للطيور، ويا هلا والله وسهلا بالجميع. والله ما يحييكم هاي المحمية المتواضعة عند طياراتها الزيبرا. يا سلام عليك، يلا كل بالعافية. يا هلا يا هلا ويا مرحبا. كله 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 بالعافية. حياكم الله من محمية الوشم للطيور. يلا خلوني امشي من هناك شوي. كلوا بالعافية، كلوا 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 بالعافية. في واحد حرامي هنا اوريكم اياه، شوفوه ما شاء الله عليك تنقى بعد. يلا كل بالعافية. يلا تعالوا 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 تعالوا. يا هلا يا مرحبا. يلا خلونا نتمشى شوي واخلع رجلي. يلا هذه جلسات طبعا محمية الوشم للطيور، تقع في مركز وثيثية بجانب محافظة ثمرات وشقرة، تبعد عن الرياض حوالي 173 كيلو شمال غرب، وموقعها موجود على جوجل ماب. الله يحييكم جميعا عند هالطيرات. يا هلا يا مرحبا. هذه جلسة هنا مع تكييف والصيف ورذاذ. هذه جلسة ثانية وفيها أمطار صناعية وصوت رعد. والله يحيي الجميع. كلوا 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 بالعافية. يلا 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 يلا. هنا 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 هنا. هذا الاثنين وهذا الثالث. يا مرحبا يا مرحبا. يا هلا والله سهلا. يا مرحبا يا هلا. لا تهاوشون، كلن ياكل يا ابن الحلال. كلوا كلوا كلكم بالعافية. كلوا بالعافية، عليكم بالعافية. وانت ورا ما تجي اللي فوق، تعال تعال كل معهم. امشي امشي امشي، قربناهم لك. تعال 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 تعال. طب بالحلال لا تستحي. ايوه اوبا. لا تهاوشون، ممنوع ممنوع الهوشة، الهوشة ممنوعة. يلا يلا كلوا بالعافية. كلوا 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 بالعافية. يلا تعالوا هنا ولا تهاوشون، ممنوع الهوشة. ماذا اللي فوق راسي يا حول. يلا 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 كلوا بالعافية. يا هلا يا مرحبا. كل الزوار حياكم الله في محمية الوشم للطيور. قولوا لهم قولوا لهم يلا قولوا لهم. يا هلا وسهلا. في واحد حرامي هنا، المخبات واحد طاب وواحد على. يا السلام عليكم. يلا 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 خل ادخلكم في الجلسة شوي، نشل الموية. هذا حق الرذاذ، وهذه الجلسة، وهذا باقي المحمية. الكناري الأصفر. يلا حد مليت منكم عاد روحوا منه ولا منه. يلا بسم الله. هذه راجنة، هجلس هجلس ما عليه سل العافية.
مساكم الله بالخير جميعا. زارني اليوم في المحمية أبو بدر الزامل الله يطول عمره، عبد الرحمن وعيال السليمي أهل مكة. مزبوط طبعا. أنا أصلكم من شقرة ونعم والله شرفتوني الله يطول عماركم. والله يحيي أهل مكة جميعا، وأنتم ربعنا وإخواننا. يا هلا والله وسهلا بالربع كلهم. خذ الله طول عمرك. خذ أبد خذ. ها تشري هذا وش ذا وش نوعه بس؟ تبي تشري أكل ولا وشو؟ وشلون هذا؟ هذه اسمها طيور الزيبرة الله طول عمرك. زيد الزيبرة. الزيبرة زيبرة. إيه هذه تجي إندونيسية. ما حطيتها يسمونها الطير ببغاء. إلا فيه روز فيه. لا في كروان. الروز ما يصلح عندي. عليه ملاحظات يقتل الصغار. وهذا الكروان مع أبو بدر.